ايه اكتر حاجه بعد ما قريت الورق قلت انا موافق اعمل المسلسل ده؟ بصي، هو اللي شدني للموضوع احنا عاملين موضوع حدوته خفيفه لطيفه رومانسيه بين اتنين بيحبوا بعض من الطفوله، زي ما هي موجوده في معظم البيوت المصريه، اللي هو زي ما بيقولوا للاطفال هم صغيرين عيسى لساره وساره لعيسى من هم اطفال. بيبتدوا بقى لما بيكبروا بيصطدموا بالحياه الواقعيه وبالظروف المعيشه، فهل هيقدروا يكملوا ولا لا؟ ده مش عايز احرق الاحداث. فهي هو موضوع يعني خفيف، مسلسل عائلي اجتماعي ينفع الاسره كلها ان هي تتفرج عليه. فاللي شدني ليه طبعا الورق مكتوب حلو قوي 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 جدا. يمكن انا يعني زي ما قلت قبل كده ان انا بعتمد اختياراتي في الاغاني على احساسي، يعني بلاقي الاغنيه بحس ان انا مصدقها واحساسها واصلني، فبالتالي انا بقدر انقلك الاحساس ده عشان تصدقيه. يعني مش بالضروره اكون عشت التجربه فعلا اللي انا بغنيها او الحدوته اللي بتحكي عليها الاغنيه، مش بالضروره اكون عشت نفس الحكايه، بس لازم اكون حاسسها عشان اقدر انقلك الاحساس ده وانت تسمعيها وتتاثري بيها. فبنفس المنطلق ده كان طريقه اختياري للورق. لما قريته بجد الورق علشان مكتوب حلو قوي، فانا حسيته بجد، حسيته حلو قوي. لا يعني واسامي كبيره اللي انت قلتها كمان قوي. يعني انت قلت اسامي كبيره جدا ومهمه، استاذ فداء الشندويلي يعني واستاذ نزار شاكر، يعني انت بجد قلت اسامي مهمه واكيد اكيد يعني انا انصحكم تشوفوا المسلسل ده او تابعوه، يعني بجد يستاهل انه يتشاف، يعني بجد في مجهود مبذول وحاجه في وسط الدوشه دي رومانسيه، فحاجه حلوه يعني محتاجين حاجه كده.